الرحمن الرحيم. شاهدنا الآن مقابلة جرت بين فريق الاتحاد الرياضي لمولية العيون وفريق جمعية جرادة، وكان فريق الزائر يلعب بأسلوب جيد وكان يلعب على الأجنحة، ولاحظنا اللاعب رقم الجناح الأيمن عنصر خطير جدا وهو صغير السن ونطلب له مستقبل ظاهر في كرة القدم، وهو الذي سجل الإصابة الأولى بدأ بالتسجيل. أما الشوط الثاني بدأ الفريق المحلي يتحرك بعض الشيء ولكن ارتكب بعض الأخطاء فادحة، بأن هذه المباراة لم يظهر الفريق المحلي بالمستوى الذي كنا نعرفه جيدا. والبطاقة الحمراء يا أخي في محلها، بأن الحكم الذي أتى من مدينة مكناس لا يرتكب أي شيء وأي خطأ، لأنه قاعد مقابلة في المستوى العالي جدا. ماذا تقول الأخ؟ والنتيجة ماذا تقول الأخ؟ والنتيجة جمهور مدينة العيون، الجمهور لمدينة العيون دون مستوى، بدون مستوى. لماذا الأخ؟ دون مستوى. لو لاحظنا فريق جمهور جمعية جرادة، ما رأيك في الخطة التي دخل بها المدرب؟ والخطة التي لعبها المدرب لن تعجبني جيدا يا أخي، لم ألاحظ الفريق يلعب بتلك الخطة. شكرا أخ مدو.